بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهاردة والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيرة على الانترنت والحقيقة كلها ممتازة واكثر من ممتازة. السلسلة دي انا واخدها خطوة خطوة بحيث ان بنتعلم مهارة في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايدة ان شاء الله ومتعة باذن الله. ونبدأ مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعادة باذن الله. شكرا جزيلا، نبدأ مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات التعليم والتدريب على برنامج بريزي. زي ما قلنا في اخر فيديو ان احنا النهاردة وفي الفيديو ده هنشوف ازاي نعمل صورة ثلاثية الابعاد او ليها دبس، يعني ليها عمق، بحيث ان احنا لما نعمل زوم عليها ممكن انها تتغير وتبقى صورة مركبة في الخلفية. بنبدأ ببريزي فاضي زي ما حضراتكم شايفين، وبروح للزرار كاستمايز او تخصيص، بيطلع لي على اليمين هذه القائمة، ممكن برفع صورة من هنا وممكن بحط الصور من تحت من هنا بالشكل ده ادفانسد او اختيار متقدم. بروح لإيديت او تحرير اللي هو 3D background اللي هي ثلاثية الابعاد او ليها عمق بالشكل ده، بضغط على إيديت او تحرير. طبعا هنا واضح انه بيقول لي ان حد اقصى 3 صور ورا بعض. يعني ايه؟ يعني هنشوف مع بعض عشان نفهم حكاية التلات صور دي. هو بيحصل ايه؟ انا بختار تلات صور واحدة ورا التانية ورا التالتة تباعا، بيبقى في اول صورة فوق الوش، لما بعمل زوم ان بقرب باول واحدة بتختفي وتظهر اللي بعدها، ثم اقرب اكتر فبتختفي كمان التانية وتظهر الاخيرة. زي ما هنشوف ده هنفهمه لما هنطبق فعلا. فاحنا ممكن نروح نختار ادي الصورة الاولانية، المبنى اهي، وادي الصورة التانية اهي، وادي الصورة التالتة بالشكل ده. يبقى ولازم طبعا الصور اللي احنا بنقيها يبقى في علاقة ما بينها، يعني مش اي صور وخلاص. فانا مثلا هنا بنقي مبنى زي ما هنشوف دلوقتي، كأني دخلت جوه المبنى ده زي ما هنشوف، دخلت على مكتب او قاعة فيها مكاتب، ثم دخلت اكتر على مكتب واحد فقط. هنشوف ده هيتطبق اهو بالشكل ده، اهو الكنبة اللي عندي اهي او الواجهة، ادي المبنى اللي عندي بالشكل ده اهو. انا لو باجي اعرض بريزنت، ادي المبنى اهو، ببتدي لو عملت زوم على المبنى كأني داخل على المبنى من جوه اهو، شفتوا اللي حصل اهو، فبيخفي لي الصورة دي عند زوم معين ودخلني على القاعة اللي فيها هذه المكاتب الكثيرة. فلنفرض ان انا كمان عملت زوم اكتر من كده، بيدخلني على الصورة التالتة بالشكل ده. طبعا دي بقى اسيب حضرتك لخيالكم بقى تقدروا تعملوا ايه، تقدروا تعملوا كثير، وطبعا دي بتيجي بالتجربة او بالاطلاع اهو بالشكل ده كده اهو. يبقى اقدر اجيب مبنى مثلا من بره، بخش على قاعة من القاعات جوه بالشكل ده، انا بعمل زوم عليها فبيديني القاعات اللي في الداخل بالشكل ده او المبنى من الداخل. ممكن اعمل زوم هنا على الشاشة، يعني ممكن اجيب الصورة التالتة كانت تبقى الشاشة وفيها حاجة شغالة مثلا بالشكل ده. يعني ايا كان الافكار لا نهاية لها، وطبعا ده بيرجع لابداع كل واحد فينا من حضراتكم يعني، فبتقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. بكده بنشوف ان طبعا الكلام ده انا مش حاطط فيه كلام بقى او اي حاجة تانية، لكن طبعا اقدر احط كلام. يعني لو انا ضغطت هنا هقول اهو برحب بحضراتكم مثلا، طبعا زي ما احنا عارفين بقى بننقي لون التكست زي ما احنا عايزين اهو بالشكل ده، وبنختار واقدر احط بقى الكلام، احطه هنا، احط صورة، احط اللي انا عايزه، احط لوجو اللي انتوا عايز حضرتكم عايزينه اهو. عايز احط سيمبل معين اهو بتعامل معاها بشكل طبيعي خالص، يعني ايا اهو
ممكن نحط سيارة مثلا هنا، ممكن ده يتماشى مع الموضوع اهو. لو انا حطيت السيارة هنا مثلا اهو، بس طبعا هكبرها شوية عشان تبقى متناسبة مع الحجم بتاع اللي الناس اللي ماشية اهو. انا حطيت سيارة مثلا هنا بالشكل ده كده، ممكن اروح احط سيارة رايحة يعني بتعامل معاها زي ما بتعامل مع البريزي عادي خالص. ممكن احط اشارة مرور مثلا اهي، دي كانت هنا في عند العمود ده اهو بالشكل ده، انا حطيتها اهو عند العمود هنا، فبقدر احط اللي انا عايزه وبتعامل معاها باي شكل. نحط كمان صورة من الصور اهو، ممكن يكون في ايه تاني ايا كان يعني ايه اهو، ممكن احط فيه مبنى تاني هناك، انا عايز اغطي على المبنى ده، بس طبعا لازم تبقى الحاجات متناسقة. كان ممكن احط الخلفية صورة من صور الموجودة عندي هنا من الاول خالص الى اخره بالشكل ده. اعتقد دي الصور اللي هي المناسبة اللي ممكن تتحط في مثل هذا المكان بالشكل ده كده. خلاص بنجرب العرض مرة تانية اهو، ادي الصورة. طبعا واضح ان الصورة هنا كانها على الرصيف شوية، فطبعا لازم بنعدل مكانها اهو. الصورة بتنزل تحت شوية هنا بالشكل ده اهو. مجرد اني بعمل زوم بتختفي الصورة الأولانية بكل ما فيها بالشكل ده اهو. بعمل زوم اكتر، دي اقصى زوم ممكن طبعا اهو. اهو بالشكل ده بعمل زوم اختفت. ايه بقى اللي حصل ده؟ انا اتعمدت اعمل ده عشان اشوف بس احنا بنتعامل ازاي. شفت راحت فين؟ اتحركت هنا لان انا حاطط خلفية مركبة، فطبعا دي عايزة بقى تمرين وتدريب، والا هتبص لي حضرتك ان كل شوية الاشياء دي بتتنقل من مكانها. هحذف اللي انا حطيته في الاخر ده وهشوف الصورة الاصلية اللي انا كنت بتعامل معاها، المنظر الاصلي اللي انا كنت ظابطه اهو بالشكل ده، وهقول له بريزنت وهعمل زوم. طبعا الزوم بيتعمل حسب المكان اللي انا حاطط فيه الماوس بتاعي اهو. انا بعمل زوم، يعني انا عامل زوم هنا فبيجي لي من نص المكتب نص المبنى. لو انا عملت الماوس بتاعي هنا، بص حضراتكم رايح فين اهو بالشكل ده. وكمان خلي بالكم ايه اللي حصل، ان الصورة دي التانية بدل ما كان يبقى جايب على المكاتب جايب لي على الطرقة هنا. طب لو عملت زوم اكتر كمان، ادي الصورة التالتة جايب لي على الجزء الاخير منها. يبقى اذا دي مهارة بقى كان ممكن ايه ان احنا ما ناخدش بالنا منها، فلازم كل حاجة احنا بنجربها. يبقى اذا زي ما تعودنا دايما بقول لكم على الحاجات اللي ممكن كمان اخطاء نقع فيها عشان ما تقعوش فيها من الاول. فباجي على نص الصورة بالشكل ده لان انا ظابط الصور بطريقة معينة، فاقوم جاي رايح هنا عامل الماوس بتاعي الويل بتاعت الماوس بزقها لقدام زي ما اتفقنا، بحركها لقدام او بعمل زوم ان فبيديني نص المكتب بالشكل ده، وانا لسه في نص الشاشة بعمل زوم فبيديني المكتب بتاعي اهو بالشكل ده. برجع تاني فبيرجع لي الصور التلاتة، وبرجع تاني للصورة زوم اوت للصورة من المبنى من الخارج. من كده بنكون عرفنا ازاي نعمل زوم ان وزوم اوت، وعرفنا ازاي نحط خلفية مركبة في البريزي طبعا. واترك بقى الابداعات لحضراتكم، واتمنى لكم التوفيق والسعادة. وانبه بس على حاجه في الاخر، او يعني اذكر، بلاش تنبيه، اذكر ان الغرض الاساسي، لان ربما يكون ده اخر فيديو في فيديوهات، ربما يكون ده اخر فيديو في فيديوهات سلسله فيديوهات البريزي، ان الغرض الاساسي من بريزي او من برامج العروض ليس عمليه الابهار واستعراض الاعراض زي ما اتفقنا. هي مجرد الغرض ايه، انا عايز اوصل رساله زي ما اتفقنا في اول فيديو. انا عايز ادي محاضره لطلابي، بحديهم معلومات، انا بدرب افراد، انا بدي معلومه، انا برفع بيانات رئيسي في العمل. يبقى الغرض ان المتلقي اللي قدامي سواء كان طالب او كان زمايلي بعرض عليهم حاجه او متدربين او رئيسي في العمل، توصلوا الرساله بتاعتي. ايه هي الرساله؟ اذا كانت محاضره هتبقى معلومات، اذا كانت بيانات، اذا كانت داتا، بحيث بعد ما انهي العرض بتاعي ما يبقاش اللي قاعدين قدامي مبهورين، واو ده عرض شيق، عرض رائع. طب اسال اي واحد فيهم، هي البيانات السنه اللي فاتت كان شكلها ايه؟ طب المعلومه اللي انا قلتها كان شكلها ايه؟ طب إيه لا كده، يقول لي والله انا ما خدتش بالي، اصل كان العرض بتاعك شيق. طب منين العرض شيق ومنين المعلومه ما وصلتش؟ طبعا الكلمه دي بتتقال امتى بقى؟ لما يكون اللي بيعمل العرض كان كل همه انه يبهر الموجودين ويسمع كلمه واو.
ان عمال يعمل زوم ان وزوم اوت وحاجات تطلع وحاجات تنزل، فاللي قاعدين يقولوا هو عمل الحاجه دي ازاي. يبقى السؤال اللي هيبقى بيدور في رؤوسهم منذ بدايه العرض والى نهايته هو سؤال واحد، هو عمل العرض ده ازاي. وبعد ما هيخلص العرض لن يسال احد منهم على اللي كان بيعرضه، هيسالوا على حاجه واحده، هو انت عملت العرض ده ازاي. ويتحول العرض بتاعه الحقيقه ده في العالم في الحاله دي بقى يبقى العرض بتاعه فاشل، برغم ان كلهم اعجبوا بيه، لكن ما كانش ده الغرض. هو الغرض كان ايه؟ الغرض انه يوصل رساله. فلو سالت اي واحد من الموجودين ومع حد ما حصلش معلومه من اللي اتقال، يبقى العرض في الحاله دي فاشل، حتى لو هم انبهروا وسالوا الشخص انت عملت ده ازاي. هم اعجبوا بطريقه العرض ولكن ما كانوش مركزين. لان ليه؟ طبعا حكايه التركيز دي بقى هو دي المهاره بتاعه اللي بيعرض، ان يخلي الموضوع اساسا رايح لفين؟ رايح اللي هو بيعرضه. انتوا عارفين اضرب لكم مثل زي ايه؟ برامج الطبخ. تلاقي الكاميرا مان الراجل بتاع الكاميرا رايح عمال على الديكور بتاع الاستوديو، رايح مع الشيف على وش الشيف، وجه الشيف اللي هو بيتكلم او كلام من هذا القبيل. ما حسبش هو ده الموضوع، ده المفروض الكاميرا ما تشتلش من على ايد الشيف عشان نشوفه هو مثلا بيحشي حاجه، بيساوي حاجه، بيزوق التورته ازاي، بيعمل مش عارف ايه. لان هي دي انا عايز اتعلم ده، ماليش دعوه بالديكور، ماليش دعوه بوجه الشيف. ممكن يعمل زوم اوت من بعيد لو هو بيحط حاجه في الفرن ولا حاجه، اه خلاص اوكي عشان اشوف المنظر على بعضه يعني. لكن وهو شغال المفروض الكاميرا ما تتحركش غير من على الحاجه اللي هو بيعملها. نفس الكلام انا وانا بعرض، يبقى اهم حاجه عندي اللي ببرزها. يعني تخيل واحد حاطط مثلا جوهره حاططها في علبه تحفه كريستال وعماله تتغير، الناس مش هتبص للخاتم ولا الجوهره، هتبص للعلبه بتاعتها. طب وانا بعرض العلبه، انا عايز اعرض الخاتم. يبقى اذا لابد واحده بتقدم سفره وحاطه اكل نص نص، لكن حاطه اطباق شيك جدا وسفره تحفه. الناس اللي قاعدين الضيوف هيقعدوا يتفرجوا على الاطباق وعلى الحاجه ومحدش هياكل وفي الاخر مش هيفتكروا طعم الاكل ويمكن ما يعجبهمش. يبقى اذا نحاول نركز على الموضوع اللي احنا انا بعمل العرض ده. السؤال اللي حضرتك تساليه لنفسك، انا عايز اعرض ايه؟ انجازاتي في الفصل الدراسي ده، انجازاتي ان عملت كذا ورشه وان عملت مشاريع كذا وعملت كذا، يبقى دول اللي ركز عليهم، يبقى هو ده النجم بتاع العرض، مش طريقه العرض والزوم ان والزوم اوت. لا، الزوم ان والزوم اوت وكل البرامج دي وكل المحليات دي عشان اشد بس اللي قدامي يبص لي، ما يسرحش، ما يردش على التليفون بتاعه، ما يبصش للي جنبه، لا يبقى مركز على الشاشه معايا. يبقى كل الغرض من الهواو دي ان يبقى اللي قدامي مركزين معايا. ليه مركزين معايا؟ عشان اديهم المعلومة اللي انا عايزها. بس هو ده الغرض من اي برنامج عرض، واتمنى لكم التوفيق والنجاح. ولو لاي ملاحظات يسعدني نستقبلها. شكرا لحضراتكم واراكم في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.